في الدرس الفائت وعليكم السلام كنا عند قوله أو وقفنا على الإشفاق والفرق، وقلنا الفرق ورد مرة واحدة في سورة التوبة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هلا فبالتالي ماذا يعني يفرقون؟ لو جئت ترى بال يعني شرح العربي سيكتبون بجانبها يخافون. طب ما الفرق؟ ليه ما كتبوا يخشون يفزعون؟ ما هذه جرت عادة، إنما الفرق وهذه يعني بيناها لكم. إذا أردت أن تعلم معنى كلمة انظر بحروفها، يعني الفرق من فارقة، وهذه تشبه المفارقة، فارق يفارق فرقا، ما كله على فارق، فواضح أن هذا الفرق خوف يفارق فيه صاحبه محله، يعني قد أخاف وأنا ثابت محلي، وأخشى وأنا محلي، وأشفق وأنا محلي، ولكن لا أفرق وأنا محلي. الفرق لا يكون فرقا إلا إذا ولى صاحبه، بدليل أن الله قال ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا في القراءتين لولوا إليه وهم يجمحون. هذا كله جاء بعد فرق، واضح أخوان؟ ثم الحروف وتوالي الحروف يعينك على هذا، فارقة شيخ إخوان.